الزراعية، حيث هنالك اتفاقيات توقيع لريادية المشاريع من مكون من 39 شابة، وذلك بالتأكيد بالتعاون مع ذوي الشأن والاختصاص. في ظل هذا الموضوع ومن ماهية هذه الاتفاقيات وهذه المشاريع، ينضم إلينا عبر الخط الهاتفي الدكتور عاهد زنبيط، مدير الإغاثة الزراعية في محافظات الشمال. أهلا وسهلا بك دكتور. أهلا بك وصباح الخير إليك ولكل المستمعين والمشاهدين. صباح الخيرات والليرات دائما وأبدا. ويعني ما شاء الله زي ما بنقول دق على الخشب يا دكتور عاهد، انتشاركم ونشاطكم ما شاء الله، وهذه المشاريع اللي بتعملوا فيها سواء المميز النادر اللي لأول مرة بتحصل على مستوى الوطن، أو حتى اللي مستكملة لدورات مسبقة، مشاريع تم البدء فيها مسبقا من قبل الإغاثة الزراعية. اليوم في توقيع اتفاقية إن شاء الله، بداية خير زي ما بنقول، بداية شهر خير ل 39 شابة. إيش هي هذه المشاريع الريادية؟ نعم، هذه مشاريع ريادية ل 39 شابة وجمعيتين تعاونيتين أيضا لشابات رياديات من مناطق شمال الضفة الغربية، يعني نقصد طوباس، جنين، طول كرم، قلقيلية. نعم، طول كرم نابلس عفوا، لا يوجد. 39 شابة هي المرحلة الثانية من مشروع نجاحها اللي نفذنا فيه في المرحلة الأولى 33 منحة. اليوم احنا بدنا نوقع اتفاقيات او مذكرات تفاهم دعنا نقول مع شابات، مع 39 شابة ريادية لتأسيس مشاريع خاصة بهن. هاي المشاريع بتكون اذا ذو علاقة بالزراعة او التصنيع الغذائي او البيئة. اليوم راح يكون توقيع هاي 39 اتفاقية خلال يعني ثم يبدأ التنفيذ. طبعا احنا تقدم لنا في هذا الموضوع حوالي 200 طلب، ولكن بعد الفرز والدورات والتعليم وكل هاي الامور حسب الشروط، صفى عنا 39 شابة من محافظات شمال الضفة الغربية، مثلهم طبعا او ثلثهم نصهم تقريبا راح يكون، او ثلثينهم راح يكون كمان، قد ثلثينهم كمان راح يكون في غزه. يعني هذا المشروع هو في الضفه، ينفذ في شمال الضفه الغربيه وفي قطاع غزه 39. نعم، وحوالي 20 او اكثر من 20 راح يكونوا في غزه. نعم، كل الاحترام بالتأكيد في هذه المبادرات. يعني طبيعة هذه المشاريع على ماذا تتركز دكتور؟ يعني أنت تحدثت عن توزيعها الجغرافي، عن أيضا الجمعيات بالإضافة إلى هذه المشاريع الريادية، لكن طبيعة هذه المشاريع في أي المجالات الحياتية ترتكز عليها؟ وهل هنالك كما عودتمونا دائما ما يوجد تميز وندرة بصراحة في ما هو مطروح؟ طبعا بالتأكيد انه هذه المشاريع عندما يتم، يعني احنا انا حكيت انه اجانا 200 طلب، هذول ال 200 طلب احنا فرزناهم بناء على عدة معايير. المعيار هو التخصص ليس تخصص الشخص وانما تخصص المشروع. المشروع يجب ان يتركز اما في الزراعة او في البيئة او في التصنيع الغذائي. اثنين، الاماكن، المكان اللي مقدم منه الطلب هو لازم يكون اما من طوباس او جنين او نابلس او طول كرم. هذه المشاريع بالتاكيد هي متميزه، ولكن الاهم من تميزها انها احنا نهدف من هذه المشاريع الى ايجاد دخل اضافي او دخل اساسي او اضافي لهؤلاء الفتيات المستفيدات من المشاريع. احنا بنعرف تماما على انه احنا في عنا في فلسطين حوالي نص مليون خريج عطل عن العمل، واحنا كمؤسسه وطنيه وانبثقت من منبع وطني، وبالتالي من واجبنا الوطني ايضا ان نقدم شيء في هذا القبيل. لهذا احنا نقدم جزء ولو بسيط لمنح رياديه. نعم، للاستفاده بهذه للاستفاده ولايجاد دخل، سواء يعيل الشخص نفسه او يعيل اكثر من شخص فيما بعد عندما يكبر المشروع. احنا يعني حتى هذه اللحظه منذ 3 سنوات بننفذ مع اليوم، مع توقيع اليوم، حوالي 200 مشروع ريادي ل 200
شاب وشاب في مختلف أنحاء الضفة الغربية. اليوم إحنا من موقع 39 اتفاقية، بالتأكيد راح يكون هناك 39 على الأقل، راح يكون حوالي 35 مشروع ناجح بإذن الله. والدليل على ذلك أنه كافة المشاريع تقريبا اللي نفذناها في المرحلة الأولى من مشروع نجاحها اللي إحنا بننفذه الإغاثة الزراعية بالتعاون طبعا مع مؤسسة إنقاذ الطفل ومعا وبالشراكة مع وزارة الاقتصاد الوطني، بالتأكيد هذا يعني إحنا المشاريع اللي نفذناها بمعظمها ناجحة، وهي الآن مدر للدخل، وهناك يعني وهناك الكثير من النجاحات. وإحنا وإياكم شاهدنا أكثر من قصة نجاح، سواء كانت في طول كرم أو في جنين أو في نابلس، أو وهناك نجاحات كبيرة في هذا الموضوع. نعم، إجمالا نتمنى لكم كل التوفيق في هذا اليوم. نذكر سيتم إن شاء الله هذا اليوم الأول من شهر تشرين الثاني نوفمبر الساعة تمام الساعة 10 صباحا في الإغاثة مكتب معهد في الزبابدة. سيكون هنالك توقيع لمشروع اتفاقيات ل 39 شابة. نتمنى كل التميز والنجاح لحضراتكم. نواصل معكم بعد شكر الدكتور عاهد زنبيط مدير الإغاثة الزراعية في محافظات الشمال. شكرا جزيلا لك. نواصل بعد